أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في سلسلة دراسة جديدة سميناها مدرسة أفسس. أنا موجود في أفسس القديمة، وخلال هذه المراحل رح ندرس مع بعض رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، وطبعاً رحلته إلى أفسس، ورح نتعلم دروس قيمة من وجود بولس في هذا المكان. أنا بدعوكم حتى تدرسوا معي هذه السلسلة، تقرأوا هذه الرسالة، لأنه رح أركز أكثر على الخلفيات الحضارية وأيضا من كلمة الله، لكن أنا بشجعك أنك تقرأ الكتاب المقدس وأيضا تفسير حتى تتعمق بهذه الرسالة. بالواقع اللي احنا رح نقدمه رح يكون بمثابة مذاق حتى نشجعك أنك تخوض في كلمة الله، تتمتع فيها وتدرسها أكثر عمقاً. هذه الدراسة الغرض منها أنه مش بس بندرس عن حياة الرسول بولس العظيم، لكن عن أعظم رسالة أو واحدة من أعظم الرسائل اللي كتبها الرسول بولس إلى هذه الكنيسة في هذه المنطقة. ابقوا معي، سأعود بعد قليل.